الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العلي العظيم ضرب الامثال في القران كثير وعاده ضرب الامثال يقرب المعنى ويحدد الموضوع ويشرح ملابسات الموضوع ايضا ويؤكد المعنى في ضمير المستمع وما اكثر الامثال التي تضرب في القران ضرب الامثال احدى الوسائل المفيده لتفهيم المخاطب بشرط أن يكون المثل دقيقا يطابق الممثل، هذا الأسلوب أسلوب بلاغي بديع يستفيد منه كل المحاورين عندما يريدون أن يفهموا الطرف المقابل موضوعا خاصة في القضايا العقائدية في القضايا المعنوية في القضايا الفكرية جدا مهم هذا. هذه الآية التي تلوناها الآية رقم 17 من سورة الرعد يمثل الله سبحانه وتعالى صراع الحق والباطل. أولا هذا الصراع مستمر منذ بدء الخليقة وإلى نهاية الخلق، هناك صراع بين جبهة الحق وجبهة الباطل، وبين الحق هو وبين الباطل هو، يعني الفكر الحق والفكر الباطل، المنظومة الفكرية الحقة تصارع المنظومات الفكريه الظلاميه الباطله. هذا ديدن الدنيا ويطابق هذا الموضوع موضوع الاختيار المخلوق من الله سبحانه وتعالى، المعطى من الله سبحانه وتعالى للبشر. فلولا هذا الصراع بين الحق والباطل لا يمتاز المؤمن عن غير المؤمن لا يمتاز المحق عن المبطل هذه الدنيا هكذا ركبت قواعده وسننه الالهيه وعاده الباطل لا ينهض يعني لا يستطيع ان ينهض الا في الاوضاع المضطربه في الفتن الفكريه في الفتن الاجتماعيه في الفتن ينهض الباطل يستطيع ان يري نفسه حقا ويتشكل باشكال مختلفه الله سبحانه وتعالى في هذه الايه التي تعتبر من الغرر من غرر الايات القرانيه ومن اعاظمها وكل ايات القران غرر ولكن هنا نواجه ايه تشرح لنا هذا الموضوع الخطير المبتلى به الانسان صراع الحق والباطل انظروا الى الايه بسم الله الرحمن الرحيم انزل من الله سبحانه وتعالى بدليل وهو الواحد القهار نهايه الايه السابقه وهو الواحد القهار انزل يعني انزل هذا الواحد القهار اي الله سبحانه وتعالى من السماء ماء طيب شنو هذا؟ شنو ربطه بموضوع الحق؟ الآن يجي. الماء عندما ينزل من السماء عنصر نقي طاهر صافي. لا لوث فيه، لا خبث فيه، لا تلوث فيه. عندما ينزل هذا الماء من السماء، ماء المطر، مثال هذا. قلنا ان الامثله تضرب في القران لاجل تقريب المعنى انزل اي الله سبحانه وتعالى من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها اوديه جمع الوادي عندما ينزل المطر ينزل الى سفوح الجبال حتى يصل الى الوديان أوديه جمع الوادي فسالت أوديه يعني سالت المياه في هذه الأوديه بقدرها وهذه أيضا قانون يعني شنو يعني كل وادي يحصل له بمقدار استيعابه لهذا الماء النازل من السماء الحقائق المعرفية التي تنزل بشكل كتب سماوية كالإنجيل والتوراة والزبور والقرآن وبكلام الأنبياء وتوصياتهم هذه كالماء الصافي النازل من السماء كل وادي يحصل بمقدار استيعابه أنا يمكن استيعابي خمسين بالمية أحصل خمسين بالمية غيري أقل غيري وغيره أكثر المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم سواء الأنبياء أو الأئمة هؤلاء يستوعبون كل ما ينزل من الحقائق المعرفية من السماء طيب هنا يمكن واحد يستشكل طيب انا شنو تقصيري اذا انا الاستيعاب المخلوق عندي خمسه بالمئه الجواب الجواب ان الله خلق الانسان وخلق فيه طاقات عجيبه مستعده لتنميه هذه الطاقات يحتاج الى شغل يحتاج الى تعب مثلا من باب المثال الذي لا يركع ولا يسجد ولا يتبتل ولا يناجي الله ولا يذهب الى الاضرحه المقدسه ولا يتوسل بالانبياء والارواح المقدسه هذا استيعاب قليل فبإمكانه أن يستوعب أكثر يحتاج جهد مو أن هذا مجبور عليه بدليل أن كثيرا من الناس كانوا فساق كانوا من الفجرة كانوا من الفاسقين وأصبحوا من الأولياء قصص كثيرة أكو في التاريخ وفي هذا العصر كثير من الناس كانوا مشغولين باللهو واللعب وبنصيحه ناصح انقلبت الموازين الفكريه عندهم وتوجهوا الى الله سبحانه وتعالى وقد راينا الكثير ويمكن ان نرى في انفسنا ايضا الانسان الذي يجهد ويجاهد ويكافح ويخالف هوى نفسه يرقى ويسمو وينتصر على الشيطان وينتصر على هوى نفسه فيتقدم يستوعب اكثر يستطيع ان ياخذ من هذا الماء الزلال الصافي النازل من السماء، هذا مثال الذي يقرا القران مرة يقرا ويسترسل لا يفهم ماذا يقرا والذي يتدبر والذي يذهب إلى المعلم يأخذ أستاذ يطالع يناقش يخالف هوى نفسه في الأكل والشرب وما أشبه لا يرتكب الحرام لا يدنو إلى المكروهات حتى هذا يسمو فبإمكانه أن يسمو نعم هناك درجة عظمى درجة المعصومين ذاك بحث آخر اما غير المعصومين يستطيعون ان يسمون ان يسموا طبعا هذا اشكال وجوابه بشكل مختصر وهناك تفصيل فيه اكرر انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها كل وادي كل نهر كل عين كل حفره تاخذ بمقداره فاحتمل السيد الزبد، الآن المثال بعده هذا مثال. هناك لما تجي المياه من فوق السماء من السماء ومن الجبال وتنحدر المياه إلى الوديان إلى الأوديه وكل وادي ياخذ بقدره يصير سيل. سيل مو معناته أنه يدمر، يعني يصير جريان للماء. سيل فاحتمل السيد زبدا رابيا هذا الماء لمن يجي يأخذ وياه كثير من الأوساخ كثير من الفقاعات كثير من الأمور التي تمتزج بهذا الماء فاحتمل السيد زبدا رابيا رابيا يعني يربو على هذا الماء يطوف على هذا الماء شايفين السيل لما يجي ياخذ مياه ويا طين واوساخ وكل شيء اللي ياخذ وياه يجي معاه طيب شو يصير هذا مثال المثال الاخر حتى نفس المثال بس بشكل اخر ذاك شكل انه ما ينزل من السماء. المثال الثاني والذي يطابق المثال الاول ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. الزبد شنو صار؟ الزبد هذا الفقاعات التي تطفو على المياه التي تنزل من السماء. المثال الاخر حول ايقاد النار يوقدون عليه في النار هذول اللي يصنعون حديد يصنعون حليه زينه ما يسوون عندهم تنور عندهم مكان لاجل ان يجعلوا هذه الامور في النار ليش؟ لأنه يردون أنه يصفو هذا الحديد هذه الحلية هذا المتاع هذا اللي يريد يسوي سيف مثلا يريد يسوي فأس يريد يسوي أي شيء من الحديد الذي يستفاد في المجتمع شو يسوي؟ يوقد نار مثل فرن أفران كبيرة يجعلون فيه هذه الحدائق هذه الفلزات عندما يجعلون في هذه الفرام في هذه الافران هذه الحدائد او الحلي يطلع خبث يسموه ايضا زبد فقاعات تطفو على هذه الاشياء الحديديه يوخرها الى ان يطلع الزينه تطلع حلوه مرتبه يبيعها بالسوق أو يطلع السيف أو الفأس أو أي وسيلة أخرى يستفيد منها هذا مثال عيني أيضا ومما يوقدون عليه في النار يعني الناس الذين يوقدون يشعلون على ذا عليه يرجع إلى ما ومما يوقدون عليه الضمير يرجع إلى ماء الموصولة ومما يوقدون عليه في النار لشنو؟ ابتغاء حليه لاجل تحصيل حليه زينه اللي يخلون للنساء ساعات يسوون بها فاس يسوون او متاع، متاع يعني سيف، فاس اي وسيله للزراعه، للفلاحه، لاي شيء. ايضا زبد مثله يعني يطلع زبد فقاعات تجي على هذه الحدائد مثله يعني مثل ما كان في الزبد الذي اجمع السيل كذلك يضرب الله الحق والباطل الحق شنو كان الماء الذي نزل من السماء ماء نقي طاهر صافي غير ملوث ماء المطر من افضل المياه لا تلوث فيه لا خبث فيه لا زبد فيه ولكن لما ينزل إلى الأرض الأرض فيها تراب فيها طين فيها أشجار فيها أشواك السيل لما يجي يصير زبد على هذا الماء شايفين في البحار التلاطم تلاطم الأمواج تسوي الزبد عندما نطالع هذا الموج تشوف نوع من الزبد يعني شيء فقاعات فوق هذه المياه ولكن الأصل وين؟ الأصل تحت المياه موجودة الماء الطاهر الذي ينزل من السماء مثل الكتاب الذي ينزل من السماء القرآن الإنجيل غير المحرف طبعا التوراة غير المحرفة زبور داود هذه نزلت من السماء فكلها حق مثل الماء الذي نزل من المطر ولكن ب... باختلاط هذا الماء مع التلوثات الأرضية يصبح هناك زبد الزبد شيء يصير الزبد ينتهي يروح يبقى الماء الصافي يروح إلى الأنهار وإلى العيون عندما يوقدون أيضاً المثال الثاني عندما يوقدون في النار في الافران لاجل الحلي او لاجل الامتعه ايضا يصير فقاعات، ايضا يصير زبد، الزبد يروح والحليه تبقى صافيه. كذلك يضرب الله الحق والباطل. يعني ايها المتفكر والمتدبر للقران اذا اردت ان تعرف الحق والباطل هكذا الحق مثل الماء الصافي اللي ينزل من السماء، الباطل يختلط به، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عنده كلمة بمناسبة هذا الموضوع، لا بأس أن أقرأ هذه الكلمة الجملة. يقول عليه السلام علي عليه السلام يقول لو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفى على المرتابين أو على المرتادين عفوا الباطل يجي يراوي نفسه بشكل حق مثل الزبد اللي على الماء انت لما تشوف السيل ده يجي تشوف كل شيء تشوف خشب تشوف طين تراب أخشاب أشجار جاية زبد مع الماء الأصل وين؟ الأصل المائي هذا الزبد اللي فوقه هذا باطل هذا مو ماي اختلط مع الماء فتصورته يمكن ان تتصوره ضمن الماء وهو ليس من الماء بدليل انه عندما يتصفى هذا الماء السيل ينتهي يبقى الماء الصافي الامام امير المؤمنين عليه السلام يقول لو ان الباطل خلص يعني صار خالص من شنو؟ من مزاج الحق، الباطل يمزج نفسه مع الحق، الآن مثال لأنه الخطاب للمشركين، المشركون كانوا وثنيين يعبدون الأصنام، يتوسلون ويستشفعون بالأصنام، بالنتيجة الإنسان يريد أن يعبد، اكو فطرة في الإنسان يفتش عن المعبود عن الاله عن الخالق عن الرب عن الرازق صوروا لهم اربابهم صوروا لهم ان هذا الصنم هو الذي يستجيب لك فاختلط الباطل مع الحق يعني راوى نفسه ارى نفسه انه حق وهو مو كل الافكار الباطله الان وقبل الان في التاريخ وفي هذا العصر وفي المستقبل كل الافكار الأف... الباطله تري نفسها كحق تمزج نفسها بالحق مثل الزبد اللي على الماء لو ان الباطل خلص من مزاج الحق من الامتزاج بالحق يعني لم يخفى عن المرتادين إذا كان خالص المرتاد منه المرتاد اللي باحث اللي يبحث عن الحق يرتاد يعني يريد أن يفهم يريد أن يتنور فعل عقله فق على فكرة هنا لا يشوف أكو حق أكو باطل أكو زبد أكو ماء يجب عليه أن أن يدقق هل هذا زبد غثاء أم حق هم هذا ماء خالص نزل من السماء أم زبد اعتلى على السيف على السيل ولو أن الحق خلص من لبس الباطل يعني يلبس لباس الباطل إذا الحق صار خالص ونفى الباطل من نفسه انقطعت عنه ألسن المعاندين المعاند بعد ما يقدر يسوي شيء نرجع إلى الآية كذلك يضرب الله الحق والباطل الدنيا هكذا امتحان دار اختبار وافتتان تشوف ماي وتشوف زبت عليها هذا فقاعه وذاك اصل الانسان المزارع عندما يريد ان يستفيد من الماء لسقي الزرع ماله شيء يسوي ياخذ الزبد او ياخذ الماء الصافي ولذلك يسوون سدود الزراع حتى في بساتينهم يخلون سدود حتى هاي الفقاعات وهذا الزبد يتوخر والماي الصافي يروح للزرع. كذلك في الامور المعنويه والفكريه والعقائديه. يجب ان يلتفت الانسان لان دار صراع هذا، الدنيا دار صراع بين الحق والباطل. يجب ان يلتفت هل هذا حق ماء صافي او زبد؟ شلون يلتفت؟ يفعل عقله. المشركون ما فعلوا عقولهم. وإلا إذا أي انسان عاقل يفهم ان هذا الصنم المصنوع من الخشب او من الحجر او من التمر هذا مو معبود. لا يجلب نفعا لنفسه ولا يدفع ضرا عنه وعن غيره. فكيف اعبده؟ هذا زبد. انت تريد معبود؟ تدور على الخالق؟ تفتش عن الرازق؟ عن الرب الذي يهيمن على هذا الكون هذا الصنم مو ذاك المعبود اللي انت تدور عليه مو ذاك هذا زبد خلط نفسه بالحق صور نفسه او صوروه خالقا صوروه معبودا صوروه لك ربا شفيعا الحجر ما يشفع الحجر لا يضر ولا ينفع هذا زبد كذلك يضرب الله الحق والباطل صراعك بين الحق والباطل طيب شو اسوي انا؟ القرآن هو يستمر في تعيين الحق وتمييزه عن الباطل فاما الزبد فيذهب جفاء جفاء من اخراج كلمه الاخراج على تعبيرنا العامي ذبه بره اما الزبد فيذهب يعني عندما يجي السيل ويختلط بالزبد وبالاشجار وبالطين وبالاوساخ هذا ما يبقى الاوساخ ما تبقي حتى الزارع عم يقبله المزارع عم يقبله يخلي سدود الزبد يذهب جفاء يعني يتوخر يروح ينذب يطرح جانبا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض الماء الذي ينفع والحديده التي جعلوها في الافران وصار زبد عليه الزبد يروح الحديده تبقى صافيه الحليه تبقى صافيه اما الزبد فاما الزبد فيذهب جفاء يعني يتوخر ينذب يطرح وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الله يضرب الأمثال في القرآن كثير أكو ضرب الأمثال لتبيين المعنى لتقريب المعنى هنا أنا أكون مش موضوع كلمة ينفع الناس عندما تقرأ التاريخ البشري كل شيء نافع للناس بقى وكل شيء كان ضارا للمجتمع البشري انتهى مثال مثال الزراعه الزراعه بقيت في الكره الارضيه ليش؟ لانها نافعه الانعام التي تولد اللحوم هذه بقت في الكره الارضيه، ليش؟ لانها نافعه، هذه في التكوينيات في التشريعيات اذا صح التعبير، يعني في الافكار وفي الرؤى وفي المدارس الفكريه ايش قد اجوا من اول خلقه والى الان كل واحد سوال مدرسه فكريه باطله الوثنيون المشركون الكفار الملحدون في عصرنا الوجوديون المدارس الفكريه المدارس الاقتصاديه المضره بالنتيجه شنو صار بالنتيجه الذي يبقى هو الذي ينفع الناس شوفوا الايه واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. الزبد ينتهي بالنتيجه، نعم، الباطل له جوله وله صوله، الظالم يريد ان يجعل الباطل حقا عند الناس، فرعون اجى قال انا الله انا ربكم الاعلى مو بس الله ربكم ربكم الاعلى. لان كانت ارباب عندهم اصنام انا ربكم الاعلى وين صار؟ بالنتيجه انتهى موسى عليه السلام بعصاه وملابسه العاديه ياتي الى بلاط فرعون يستاذن من الحاجب انني اريد ان اقابل الملك اللي يسموه رب يقولون راح الحاجب عند فرعون قال واحد جاي ملابسه رثه عاديه بيده عصايه ملابسه من الصوف ويا واحد ثاني هارون كان معه اخوه سلام الله عليهما قال له خلي يروح منو هذا يرد يجي عندي؟ يقال انه بقي اياما الى ان استأذن واذنوا له وعندما ذهب الى فرعون وعمل المعاجز وتكاثرت المعاجز وفرعون يعاند بالنتيجه شنو صار؟ بالنتيجه فرعون انتهى وموسى انتصر الانجيل انتصر عفوا التوراه انتصرت في زمن عيسى عليه السلام حاربوه ارادوا قتله ارادوا صلبه بالنتيجه المسيحيه بقت الصافيه طبعا. الاسلام محمد صلى الله عليه واله وسلم يتيم مكه يتيم قريش لا ناصر معه ولا معين الا ابو طالب والد الامام امير المؤمنين اللي احنا في هاي الايام في ذكراه وخديجه وعلي عليه السلام لم يكن له ناصر كيف استطاع الرسول ان يبقى؟ كيف؟ لأن المشركين بأفكارهم كانوا فقاعات كانوا زبد، الزبد انتهى والرسول بقى الحسين عليه السلام استشهد قتل سفكوا دمه وأسروا عياله وانتهى كل شيء وكان الناس يتصورون في ذاك اليوم أن الحسين انتهى ومدرسة أهل البيت انتهت الآن وين؟ القتلة وسفاك الدماء أين هم؟ أين فكرهم؟ أين مدرستهم؟ كانوا زبد وانتصر الحسين الى هذا اليوم. انتصر ليس في قلوب الشيعه فقط، انتصر في قلوب السنه وفي قلوب حتى المسيحيين وحتى العلمانيين. يجعلون من الحسين نبراسا لهم. ليش؟ لان الماء الصافي يبقى والزبد ينتهي. نعم، يحتاج الى فتره ويحتاج الى جهد ايضا. مو معناته ان الذين يتبعون الحق قاعدين ساكتين ما يشتغلون لازم يتحركون جهاد بها يضرب الله الحق كضرب بين الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال طيب بعد هذا المثل من الماء ومن ايقاد النار لاجل صنع حليه او متاع الله يقول بعدما سمعتم هذا المثل للذين استجابوا لربهم الحسنى هنا الصراع صار بين الحق والباطل ثله من الناس انصاعوا الى الحق. قبلوا الحق. تقبلوه عن درايه وفكر وتعمق. فاستجابوا لربهم. للذين استجابوا لربهم شنو؟ الحسنى. يعني يكون الحسنى لهم الحسنات في الدنيا والاخره. يا ليت المسلمين كانوا يطبقون الإسلام والقرآن على مجتمعاتهم حتى يرون الحسنى في دنياهم أيضا مو أنه شكل إحنا حروب وانتهاكات والظلم وفساد وسرقات وانتهاكات للحق ليش؟ لأنه تركنا الاستجابة لله سبحانه وتعالى وغيرنا أيضاً للذين استجابوا لربهم الحسنى الحسنى مو فقط للآخرة في الدنيا أيضا الحياة الطيبة في الدنيا يمكن بشرط أن نأخذ الماء الصافي ونزيل الزبد منه نوخر الباطل جفاء يصير نطيحه يعني جفاء هذا معناته نوخره للذين استجابوا لربهم الحسنى تطبيق القرآن على مجتمعاتنا على عوائلنا على حكوماتنا على قوانيننا على دساتيرنا كان يأتي إلى إلينا بالحسنى وإلا نبتلى البشرية أيضا مو المسلمين فقط هذا الفيروس المبتلى به البشر اليوم كورونا سواء كان من صنع البشر او طلعت من ايدهم كما يقولون او حرب بين العظماء انا ما ادري بالنتيجه شنو صار؟ بالنتيجه الدنيا توقفت عجله العالم عجله الاقتصاد واحد كان يقول لي اليوم لي رسالة بالواتساب يقول هذه مثل قضية قارون قارون جمع كل الأموال في خزائنه يقولون أربعين واحد كانوا يشيلون مفاتيح الخزائن مالته في أيام موسى عليه السلام شنو صار آخره وخسفنا به خسف صار اليوم الخسف بهذا الشكل ده يجي كل الفعاليات الاقتصاديه توقفت انا شفت فيلم او تصوير لمطارات في العالم ما عندهم مكان حتى يوقفوا الطائرات فيها الطيران توقف البورصه توقفت المعاملات التجاريه توقفت البترول نزل يعني شنو؟ خسف هذا بشكل اخر ذاك اليوم خسف شار صار عنده قارون خسف به الارض يعني راح في اعماق الارض وحليه وخزائنه وامواله وذهبه وفضته اليوم نفس الشيء بس بطريقه اخرى ليش؟ لان البشريه ابتعدت عن طريق الله اخذت الزبد وتركت الماء الصافي الله يقول انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ليش تاخذ الزبد لماذا لا تاخذ الماء المعين الصافي الزلال للذين استجابوا لربهم الحسنى الحسنى في الدنيا، الحياة الطيبة في الدنيا، والحسنى في الآخرة، الثواب والأجر والجنة. والذين لم يستجيبوا له، له يعني لله. اللي ما يروح يدق باب الله سبحانه وتعالى، يدق بابه في شنو؟ في الفكر، في العقيدة، في الأسلوب، في الاجتماع، في الاقتصاد، في عدم الظلم، ملايين الاطفال يموتون جوعا في هذا العصر. ملايين المرضى يموتون من غير ادويه. ملايين الناس يفترشون الصحاري والقفار ما عندهم اكل ياكلون، هذا شنو معناته؟ هذا عدم استجابه لله سبحانه وتعالى. الظلم البغي الاموال التي تصرف هنا وهناك لاجل السيطره على البلاد هذا شنو معناته عدم استجابه لله الاستجابه مو فقط انه ركوع وسجود ها مو فقط صلاه وصيام لتفكر هذا الاستجابه في كل شيء الدنيا تغيرت مع الاسف للذين استجابوا لربهم الحسنى. تريد حياة حسنة طيبة راقية متحضرة يجب ان تستجيب لقوانين الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وين العدل؟ وين الإحسان؟ والذين لم يستجيبوا له يعني لله لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به يعني يجي يوم يجي يوم هذا الانسان الطاغي الذي لم يستجب لله وترك تعاليم السماء وترك الماء الصافي واخذ الزبد التجا بالباطل وترك الحق شوف المثال نفسه ده يتكرر والذين لم يستجيبوا له يعني لله لقوانين الله لمواعظ السماء لو أن لهم ما في الأرض جميعا كل الأرض بيدهم الأساطيل الحربية بيدهم السفن الحربية بيدهم بعد ما أدش بالسياسة أنا يعني أنا مو سياسي أنا واعظ اعظ نفسي اولا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه يعني كل الكره الارضيه وطاقات الكره الارضيه بيدهم ومثله معه يعني شماله بعد عندهم مثله اضافه لافتدوا به يعني حاضرين يفدوها بس ما يلحقون لا يستطيعون في الدنيا وفي الاخره أولئك لهم سوء الحساب يجي يوم حساب سيء عندهم يقولون يوم القيامة يوم واحد اليوم إحدى حفيداتي كانت تسأل ليش يسمون يوم القيامة هو مو يوم قلت لها بابا هو يوم ولكن يطول خمسين ألف عام في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون يوم واحد لا ليلة فيه كلها نهار كله نهار وشمس واضطراب أولئك لهم سوء الحساب وبعدين شو يصير؟ دنياهم خربانة تشوف العالم بعد أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، مهاد يعني مكان المهد مثل ما كان مهد اللي يريد ينام به. مأواه وملجأه نار جهنم. نستجير بالله من نار جهنم. هذه آيات عظيمه جدا من غرر الايات القرانيه وكل الايات غرر ولكن يبين صراع الحق والباطل والبشريه لا مفر له ولا ملجا له البشريه لا ملجا لها الا الرجوع الى الماء الصافي النازل من السماء وهو تعاليم الانبياء ووصايا الرسل هذا الحق كالماء الزلال الصافي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفهم هذه الآيات والتدبر فيها. أما الموعظة الأخيرة في كتاب الكافي الشريف عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال المؤمن لازم يكون عنده ثمان خصال أولا وقورا عند الهزاهز هزات فكرية وفتن فكرية تحدث اضطرابات مشاكل اختلاط الحق مع الباطل مزج الباطل بالحق الزبد يربو والماء الصافي يبقى حيران عند الهزاهز يكون وقورا، وقورا مو يعني وقار فقط، يعني يكون ثابت القدم ما يهتز ثانيا صبورا عند البلاء، اليوم جاي بلاء لازم نكون صبور احدى الوسائل لأن نتغلب على هذا الفيروس شنو هو ما دام أكو كورونا قل نمثل بيه أن يكون قويا نفسيا حتى الدكاترة اليوم الأطباء يقولون أنه ديروا بالكم لتخوفوا الناس هالقد يكون صبور صبورا عند البلاء شكورا عند الرخاء عندما وضع زين نشكر ربنا هل شكرنا ربنا عندما كنا في الرخاء قبل الكورونا الأمور كانت جدا سائرة بشكل طبيعي الناس في مرح وسفر وغناء وترف وظلم شكورا عند الرخاء رابعا قانعا بما رزقه الله القناعه كنز لا تفنى كنز لا يفنى على رزق هذا اقنع بما رزقني الله خامسا لا يظلم الاعداء حتى اذا عند عدو ما يظلم ياخذ حقه ولكن بدون الظلم حتى على العدو سادسا ولا يتجاهل عفوا سادساً ولا يتحامل للأصدقاء ما يسوي أيضاً تحامل عليهم يعني يدبر أمورهم يصل أصدقاءه سابعاً بدنه منه في تعب دائماً في كد وجهد وجهاد وكفاح في سبيل الخير وثامناً والناس منه في راحة أنا هالشكل الآن أنا المسلم أنا المؤمن أنا المتدين يجب أن الناس يكونوا مني في راحة مو أنه يتأذون مني بعد ذلك قال الإمام الصالح إن العلم خليل المؤمن تريد خليل وصديق العلم خليلك والحلم وزيره والعقل أمير جنوده الإنسان عنده جنود أميرة منه العقل والرفق اخوه والبر والده سلام الله عليك يا جعفر بن محمد ايها الصادق يا ابن رسول الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وال محمد. الله لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله. الله <سؤال> سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله